عن نفسي هذه مش اعطيني تقريبا ما حصلت تحرش بالانس سجادة ده انت منين انت ما لعنت عنت منين يعني يفصل الله عن النبي يا شيخ تجيب ثاني يجي سنة تحاكمني صرح ذي المراد العجوز وبني حرام يتحمل ذنبهم صرحهم مش ناقص كني معي هذا الإنسان عني ناقص العجوز أنا صرحها من هنا ما إلا هذا أم المقتول ولا يا أم هذا كله ولي الشرع وأبوها أبوه جالس مش فارق ربطوه والله يا تربطني حرام انا اقول لك اذا ربطوني بي اذا طم بسكا من شيخ وطرف خلوه مش مربط مش فار والله اني جالس عندك حلف يمين والله ما حلف لك اني انا اني جالس وين فر وين كان فرلان وين فر وصلتني الى اخر البراد وين فرلان الله يرحم عليك هذا الشيخ شوف السلاح اللي كلمني عليه الان مش جابه وانا كلمته قل له جيبه جيبه يا شيخ كذاب مش من سلاح خلاص كيف قتلت كيف قتلت ما ادري والله ما داري ما من سلاح قتلت والله ما داري ما من سلاح كذاب من سلاح عند احمد عادل والله لا اذكر احمد عادل مش معه والله ما معه سلاح حرام يا شيخ امرني بس امر الان بجيبانه احمد حرام بمسح بالارض والله بتروح ولا بتلمسه حرام اذا لمست يا شيخ ويسمع اذا لمسه ولا يأذيه اني قاتله مش قاتله بالمقام الان شوف انت تسمع بقتله بلند المرة خلاص بجيب السلاح اخي اني اقول لك بلا سلاح انا بلا سلاح منين جيب لك سلاح منين من الجن شيخ غيرك يجبني واصل تكتب تكتب والله هذا الكتاب والله انا تكتب كم ما تكتب والله ما كمل بغيري هدا هدا يا ابني هدا حاول تهدا يا ابني كيف 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 الاخو عادي يتحلف يتحلف بعد بتعمل بذنبه بعد اخوه بعد ما تقولوا انا حتى قتلته يسرح من هنا يسرح والله بتعمل بذنبه بعد اخوه والله مش عاد ناقص انا غني يسرح له من عندي يسرح ولا والله بقتل امه بعد اخوه كله كن بنيري لكم مش تعيش ولا بقاتل تمشوا ولا كيف مش قتلته برضاي اني اقول لك مش قتلته برضاي مش قتلته برضاي ايش ايش ليش مش مصدقني انت؟ خلاص احمد هولان ده شروط يا اخي شايف كيف شروط كيف شروط انت بعقلها بعقلها عشان اقتل انسان ادمي بعقلها انت ذا يا شيخ وين 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 عقلها انت عارف شيخ وين عقلها؟ ثاني انسان ضحي انسان ادمي خلاص مش عاد تقتل دخل معه بيمشي مع ذا دخل مع ذا يضمخ مع بني وما قبيلته مع مش سمعه شيخ مش انا كيف مش مي اهل مش مي قبيله يتيم ولا مقطوع من شجر انا مي قبيله مي اهل مي كل شيء يا حمد اسمعني اسمعني الله يرضى عليك حمد اسمعني الله يرضى عليك اخي تعال مي تعال تعال مي ما عليك تعال حرام يا احمد بيسكنك بمشيخك على كل القبائل حق شبوه والله لا تمشيخنا على قبائل العالم كامل للشقاء ولا شام ولا اشتي قبيلة ولا اشتي مشيخة خليني ودا احمد 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 صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا اخي
ليش ليش هتمشي تبين ذره ندم فيك يا اخي؟ على حق يا اخي، على باطل بقى ما في. ماشي باطل خليتوني باطل هذا، لو كنت 3 اسابيع معذبيني باطل. ليش ليش هكا؟ كل اهلي يفتقوا علي، وامي وابو الشاي يموتوا قباطم بسببكم. والله شوفوا، يا تحكموا بالحكم اليوم تقتلوني، ولا يا شيخ تفنيني انا وياه نتلاعبك لما كل واحد يقتل الثاني. لا انا ماشي تقتله، ليش تضمك معي؟ مش والله لا تحاول كم بتحاول، حرام ما دخلت مع قبيلتك. اما اسمعني اسمعني، والله شيخ